البقيع روحي سرى وأبكى علي وخير الورى ليوم الطلوع نداء البقيع ليوم الطلوع وأبكى علي وخير إيه لنا في غرقة الدمع شموس للهدى تطلع وصوت للسماء منه ينادي كل من يسمع ينادي كل من يسمع نجوم يقتدى فيها نجوم يقتدى فيها وأقمار لنا أربع تعاني من أذاتين من وتشكو من بني تبع وتشكو من بني تبع إلى الله تشكو كيوم الغدير ولا من مجير ولا من نصير يا الله إلى الله تشكو تهديم قبور أئمتنا الطيبين الطاهرين في بقيع الغرقد وتهديم قبور أقرباء رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اجتمع هذا المجتمع الخير الطيب يستنكر ما فعله آل سعود بأهل بيت الرحمة وحرموهم حتى من مبانيهم التي كانت فهدموها ولم يبقوا أثرا لها. جاء هذا الحشد الكريم من مدينة كربلاء يستنكر آل سعود بما فعلوا وكذلك لا زالوا يفعلون ولا زالوا يفعلون. ألا لعنة الله على الظالمين ستدور دائرة السوء عليهم إن شاء الله وستبنى قبور أهل البيت إن شاء الله بعون الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستنكر في هذا اليوم ذكرى تهديم القبور قبور أمتنا الأطهار عليهم السلام، ولهذا احنا طالعين بهذا اليوم استنكار لهذه الذكرى الأليمة. تسمع خلي آل سعود تسمع اسمع اسمع يا انت حاربنا وتضدنا اسمع اسمع يا انت حاربنا وتضدنا يجي يوم على الفقيع يرفع علمنا يجي يوم على الفقيع يرفع علمنا العالم باسم الحسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نحن نلاحظ أن جميع الأمم وجميع العالم يفتخر بالمقدسات ويفتخر برموزه ويتباهى بها على باقي الأمم، بينما نحن نلاحظ في الأمة الإسلامية هذه الفرقة الضالة الفرقة الوهابية قامت بمحاربة رموزنا الإسلامية والعظماء وقامت بتهديم جميع المراقد المقدسة في المدينة ومكة. ومن ضمن هذه القبور قبر أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها وقبر أبو طالب وقبر عبد مناف وقبر عبد المطلب حيث هدمت قبابهم أثناء الاحتلال السعودي لمكة، وكذلك هدمت قبر أمنا حواء في جدة وقبر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وبيت الأحزان الخاص بفاطمة الزهراء سلام الله عليها ومسجد سلمان في المدينة المنورة. فنحن من هذا المكان
نقول للوهابية ونقول لآل سعود أن زمن الظلم والسكوت قد ولى، ولا بد أن يأتي اليوم الذي ترجع فيه مقدسات المسلمين تكون قدوة للعالم ولجميع الأمم، ونقول لهم أن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأبناء رسول الله وزوجات رسول الله وصحابة رسول الله إلى غناء، حيث أن هذه الجمرة الوهابية المعروفة بعقائدها المنحرفة الضالة، كيف أنها عاقبت في الأرض فسادا؟ الواضح أن الأخوة إذا يراجعون بعض المصادر يرون أن هذه الفرقة تأسست قبل حوالي أكثر من 280 عام. لبيك يا وحيد، 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 تبت يدا آل سعود، 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 تبت يدا آل سعود. النصير يحاكي دموعي، نداء البقيع يحاكي دموعي، نداء البقيع. وأبكى عليا وخير أنين البقيع، أنين البقيع بروحي سرى. وأبكى عليا وخير الوقت أنين ليوم الطلوع، ليوم الطلوع نداء البقيع فدوة، ليوم الطلوع. Today we are standing here. We came out from Karbala al-Muqaddasa, from the holy city of Karbala, from the holy city of Imam Hussein alayhi salam. And all over the world, in Europe, in the Middle East, in Asia, we have come out today calling the United Nations and the human rights and all the societies that call for the freedom of religion, for the freedom of mankind. Today we are calling for the Saudi regime and the Wahhabis to take off their hand of the shrines and the burial sites of Ahlul Bayt in the holy graveyard of Baqi'. We are calling that the graveyard of Baqi' comes back to the responsibility of the Shia, so we are able to rebuild the graves of Ahlul Bayt, the demolished graves of Ahlul Bayt. Those who call themselves Muslims, those who are Wahhabis and under the camp of the Saudi regime, they are not Muslims, they do not know anything of Islam, and they call themselves Muslims, they call themselves the custodians of the holy shrines in the what they call the Saudi Arabian government, but they are not looking after the graveyards of Ahlul Bayt and the holy shrines, but they are demolishing the name of Islam and demolishing the name of Ahlul Bayt. We as Shia, we call for the rebuilding of the graves of Ahlul Bayt alayhim as-salam in the holy city of Medina. وخير لنا في غرقة الدمع شموس للهدى تطلع، وصوت للسماء منه ينادي كل من يسمع، ينادي كل من يسمع. نجوم يقتدى فيها، نجوم يقتدى فيها. بيت الله يهنا ويتيدي
قباب أما نخذل قلب وينحب على أحباب. هذا النص يحضرك الحسين. خذ قلبي على قلبك يلني ويتيتزو تراهي على البيقيع من القهار مجمود بيض لوعي حيزين ماين جيريع منشور خل بلوعيته يتوسد يترابه خل بلوعيته يتوسد يترابه نيران اشتياقي على الجيفين تغفى وبصدري خناجر تطعني اللهفة ويا نار القلب ما ظن أبد تطفى ترى يا نار القلب ما ظن أبد تطفى إلا بالبقيع ويحضن أحبابها إلا بالبقيع ويحضن أحبابها إلى الشاعر سيد كريم العرداوي الكربلائي. نيران اشتياقي على الجيفين تغفى وي بصدر